عشان كده بعض السلف يكلم بعضهم يقول بعضهم يكلم بعضا يقول لماذا كلام السلف قليل العدد كثير الفائدة وكلامنا كثير قليل الفائدة؟ أو كما قال قال لأنهم إنما تكلموا لله ولعز الإسلام وإنما تكلمنا لعزة نفوسنا. شوف السلف ديل الواحد إذا تكلم كلمة بس لا في كاميرات ولا تسجيل ولا طابعات ولا 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 فربنا عز وجل يبارك في كلامهم يبقى كلامهم إلى اليوم إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أشد إخلاصا لله كلما كان ذلك أوقع وأشد تأثيرا. قال الشيخ ابن عثيمين وانظر إلى موسى عليه السلام لما قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ربنا قال فتنازعوا أمرهم فأثرت هذه الكلمة فيهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قال الشيخ ابن عثيمين والتنازع دليل الفشل فكان هذا بداية الفشل لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه. فيبقى أخواننا الإخلاص إن الإنسان داير رضا الله عز وجل ويطلب بذلك طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل يرضى عنه ويدخله الجنة ده إنسان مبارك. وهذا يحتاج إلى عمل وعلاج وإن الإنسان يعالج نفسه ولا يغتر الإنسان بثناء الناس عليه وكلامهم عنه وكذا 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 ده كل ما يستغل به وإنما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ويسارع ويبادر في الخيرات.